كابتن سيف مرة تانية. يا كابتن سيف اهلا بيك مرة تانية. كابتن سيف الله المحجوبي لاعب نادي الترجي التونسي ونجم نادي سامحني الترجي التونسي كابتن السابق. اسلام، يمكن الانترنت والمشكله صغيره، معلش. لكن اهلا وسهلا بيك مره اخرى وبمشاهدي قناه الاهلي. اكيد باش ندخل دراية مباشره في اللقاء. اكيد شفنا مقابله الذهاب كانت صعبه على الفريقين، ما شفناش حجم لعب كبير كابتن اسلام، وانت صحيح. شفت حتى عدد الفرص ما كانتش كبيره في المقابله. هنا زوز المدربين قراوا حساب اللقاء الاياب، ما شفناش مخاطره سواء من كولر ولا من كاردوزو، وهذا وانحسر. شفنا المقابله وانحسرت اللعبه في وسط الميدان. هنا ما لناش بك نقول مزاد الحظوظ للزوز، معناها 50 50 بالنسبه لي انا، بالنسبه للترجي التونسي. الحاجه الباهيه زاد كابتن اسلام اللي ترجي تعرف تسافر بكل صراحه، معناها المدرب كاردوزو الاطار الفني منذ ما جيء معناه خدم على المنظومه الدفاعيه، وشفنا حتى الترشح اللي جبناه من ابيجان، شفنا زاد الترشح جبناه من جنوب افريقيا كونتر سان داونز. معناها بكل صراحه معناها الاطار الفني قاعد يخدم برشا على المنظومه الدفاعيه، وان شاء الله ان شاء الله علاش لا، مقابله كبيره ما بين زوز فرق كبار كما الاهلي والترجي التونسي، كبار افريقيا الحق. معناها اي متابعي معناها افريقيا الكل تتفرج في المقابله هذه، وان شاء الله تتعدى مقابله ممتازه، وان شاء الله اكيد معناها اللي باش يركز اكثر واللي مش شغلت اكثر هو باش ينتصر. كابتن سيف، المباراة القادمة في مصر من وجهة نظرك الفريقين هيلعبوا ازاي؟ والله يشوف بكل صراحه معناها فريق الاهلي فريق ممتاز، فريق الاهلي نعرفوه، نعرف اللعيبه نتاعو، نعرف قوه الجمهور نتاعو خاصه كي تلعب في مصر، نعرفوا اللعيبه بكل صراحه معناها عندها خبره اكثر من الترجي، اكثر لعيبه الاهلي عندها خبره اكثر من الترجي التونسي. لكن هنا معناها باش نحكيه مباشره، الترجي التونسي في كي يسافر الحمد لله معناها في المقابلات معناها خارج تونس يعرف كيفاش يلعب، الاطار الفني يعرف كيفاش يحط الملاعبيه في الاماكن نتاعها. الاهلي ديما تقعد، الاهلي كبير، الاهلي في القاهره نعرفوه ماتش، اكيد ماتش فيه برشا ضغط على الترجي التونسي، واكيد المدرب كولر باش يعرف يلعب خاصه في ال 15 ل 20 دقيقه الاولى باش يعمل الضغط العالي. هنا الترجي التونسي اكيد باش يحضر، وكاردوزو اكيد باش يحضر للسيناريوهات الكل. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا مقابله كبيره، ان شاء الله نشوفوا مقابله تشوف فيها برشا خاصة في طريقة اللعب، خاطر شفنا في تونس طريقة اللعب للزوز ما كانوش معناها رافضين اللعب الاثنين الحق. معناها احنا بكل صراحة معناها الترجي التونسي رفض في وقت من الأوقات اللعب باش يقدم، كيف الأهلي رفض باش يلعب خاطر يعرفوا اللي كونه فما شوط ثاني في مصر. هنا لغة المدربين وكما يقولوا مقابلة المدربين خاصة في الشوط الثاني اللي هو في مصر، إن شاء الله نشوفه مقابلة كبيرة من الطرفين. علي معلول وإصابة علي معلول مع النادي الأهلي. قلت لي علي معلول؟ مظبوط. إصابة علي أكيد. معلول، يعني تقول إيه في ظل عدم تواجد علي في المباراة الثانية؟ أكيد شو الصوت والله ما واضح، لكن كان حكيت لي على علي معلول. أكيد غياب علي معلول باش يأثر على الفريق، كما احنا زاد يمكن أكثر من 80 90% عندنا بن حميدة تعرض لإصابة كيف علي معلول. هنا أكيد نعرف شنو معناها علي معلول هجوميا، يعطي في برشا حلول خاصة كي يلعب في القاهرة يلعب في مصر. نعرف تكتيك معناها الحق، معناها تكتيك كولر هو قوته في مهاني وفي علي معلول، خاصة علي معلول يعطي هجوميا، خاصة هجوميا، لكن دفاعيا صحيح ما يكونش في افضل حالاته الدفاعيه، لكن هجوميا نعرفوا علي نجم يعطي برشا تمريرات حاسمه، نجم يعطي عمق هجومي. هنا غياب علي معلول نتصور باش ياثر على الجهه اليسرى نادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيف الله المحجوبي نجم نادي الترجي السابق، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذه المداخله.